رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمان. وفي هذه الليالي المباركات أو الأيام المباركات الأخيرات من شهر رمضان المبارك، نقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كما لا ننسى أن ندعو لإخواننا في غزة الذين يعانون الأمرين من العدو اليهودي الإسرائيلي الغاشم والضربات المتلاحقة من قبله، كما أثبتوا أيضا بطولاتهم وتضحياتهم التي ترفع رؤوس كل المسلمين في كل أنحاء البلاد العربية والإسلامية. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة، ويتفضل بالإجابة عليها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا بك. مرحبا. أهلا وسهلا فيك وحياك الله شيخ محمد. في إطار تحدثنا عن فقه الدعوة وعلوم الفقه بشكل عام، علوم الفقه يعني سواء علوم الفقه عند المتقدمين التي أكملنا الحديث عنها، أو علوم الفقه عند المتأخرين التي نحن في صدد الحديث عليها، كنا قد تحدثنا عن بعض أقسام هذا العلم علوم الفقه عند المتأخرين، ومما كنا قد تحدثنا عن فقه الموازن الأوليات وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الدعوة وفقه الواقع. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ فقه السيرة. ماذا عن هذا الفقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففقه السيرة، السيرة النبوية التي هي تاريخ الدعوة ومخزن التجارب، كانت فيما مضى تدرس دراسة مجردة، مجرد أحداث، لكن الناظر فيها بعمق، المطلع على خطوطها العامة استراتيجياتها، سيجد أنها تحمل فيها من الفقه السياسي الشيء الكثير، والفقه الدعوي الشيء الكثير، والحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومراحل الدعوة، والتدرج في تنزيل الأحكام الشرعية التي كان يجري فيها، وفيها يعني ما يتعلق بفقه الواقع، فقه التنزيل، وغير ذلك من الأحكام. سيجد أن السيرة تمثل خطا يستطيع الإنسان من خلال المزاوجة فيما بين السيرة ونزول القرآن الذي هو على حسب الأحداث، والأحداث التي كانت سجلتها السيرة، ثم ملاحظة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فيها يعني الأحداث التي متعلقة في بداية هجرته في أحد، يعني ستجد أنه في الأحاديث كثيرا ما يقول كنا في حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الحديبية، وقال في أحد لما تجمع مكة. أي نعم، وفي فتح مكة في حجة الوداع، لما تجمع هذه النصوص الواردة التفصيلية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعها إلى السيرة وتجمعها إلى القرآن وتربط معها مع أسباب النزول، وتعطيك خط واضح جدا لسير العمل الدعوي. وما من أمر، ما من مرحلة تمر بها الأمة الإسلامية في أي حدث من الأحداث إلا سيجد لها الناظر بعمق أن لها صورة موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى جهة المثال، يعني كان يقال يعني هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بعمل سلمي أو مسيرة سلمية؟ لكن المتأمل بعمق في صلح الحديبية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، وقد كان وضع السيوف في القرب، وجاء بثياب الإحرام، بثياب الإحرام، وهو أطول ميقات، ميقات ذو الحليفة، يعني من جنب المدينة، سيشعر أنها كانت مسيرة سلمية استغل فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عادة العرب أنه في الأشهر الحرم يضع فيها السلاح ويمنع فيها من الاقتتال، حتى ولو وجد العدو عدوة وقاتل أخيه وقاتل أبيه فإنه لا يقاتله أبدا، فاستغل هذه فجاء معتمرا بثياب الإحرام وصدور عارية،
بالمعنى. ثم لما رأى أن الأمر يعني ستمنعه قريش وقد ربما يدخل معها في صراع، ناور مناورات وعمل أوراق سياسية. فلما جاء سيد الأحابيش أرسل له الهادي، لأنه يعلم أنه رجل يعظم الحرم، فقال: ما لهؤلاء القوم يمنعونهم؟ هؤلاء جاءوا معتمرين، فوالله لو منعته قريش لأنفرن عليهم بالأحابيش، وهم ثلث قريش. فشق نصف يعني ثلث قريش. ثم لما أرسل عثمان، وأشيع أن عثمان قد قتل، ولو كان قتل عثمان فإنه كان سيؤدي إلى أن بني أمية، لأن بني أمية كان ستتحيد، وكان بنو هاشم لن يدخل المعركة، وكان بنو زهر أخوال النبي، بحيث أنه لو دخل معركة كان سيكون فيها منتصرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر أن عثمان لم يقتل، عدل من تصميمه على الحرب إلى المفاوضة والصلح، ودخل في حوار رائع وطني جاء بين من طريق سهيل بن عمرو ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر فيه أساليب الحوار والرقي الحضاري الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما كتبه سهيل بن عمرو قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. قال لعلي رضي الله تعالى عنه وكان يكتب الصلاة: امسح الرحمن وامسح الرحيم. فعلي بن ابي طالب قال: امسح الرحمن، والله لا امسح الرحمن. ظن انه لو يمسح الرحمن معناته مسح الله يعني، فلن امسح. قال: ارني اياها. مسح. قال: هذا ما عاد عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: نقضة نظام. أي يعني لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما منعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال لعلي مرة أخرى: امسح رسول الله. قال: امسح رسول الله، والله لا امسح. هذا يعني مخالف لل، طبعا بينظر أنه هذا تنازل ومخالف للشريعة، وأنه هذا تنازل عن يعني. قال: امسح رسول الله، اكتب اسمي واسم أبي. قال: لن امسح. قال: ارني اياها. مسحها. فسيجد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل معهم في الصلح، وكان هدفه حقن الدماء، وكان يراه الصحابة تنازلا كبيرا، لكن في الواقع ما ان يعني مكث سنتين بعد هذا الصلح الا ظهر للمسلمين انه كان فتحا مبينا. وبدلا من كانوا يدخلوا معركة ب1400 جاءوا بعد سنتين ب10,000 فارس. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى وهم في الطريق قول سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعدها كان عمر بن الخطاب كان من ضمن المعترضين، من أشد الناس اعتراضا في هذا، حتى أنه لما جاء يخاطب رسول الله قال: ألست رسول الله؟ يعني كان ما بيخاطب في نفسه. قال: نعم أنا رسول الله. قال: ألسنا بالمسلمين؟ كيف نرددنا في ديننا؟ قال: هذا رسول الله لن أخالف فيه. جاء بعد ذلك إلى أبي بكر الصديق قال: أليس يعني يا أبا بكر، قل لصاحبك، لأنه ما عندي صاحبه، قل لصاحبك كيف أنا ضدنا. قال: إلزم غرزة فإنه رسول الله. ثم بعد أن ظهر أنه فتح، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول بعدها: إذا اختلف الناس وناس تعصبوا في رأي، قال: أيها الناس اتهموا آراءكم، والله ما كنت أظن إلا أني على الحق في الحديبية، وأن الرسول غلطان. يعني تخيل، هو على الحق الذي لا يحتمل، ومحمد بن عبد الله غلطان، وذلك اعترض أشد الاعتراض. فلما أمروا بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا ما رضيوش، إلا أنه لما قام النبي فحلق ونحر، قاموا فحلقوا يعني سيرا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في سيرته، والمتأمل بعد موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقيام الثورة المضادة التي حدثت في جزيرة العرب حين ارتدت العرب، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته عندما أمر بعث أسامة أن يرسل، وكيف كان سبب بعث أسامة واستجابة أبي بكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان سببا في إخماد هذه الثورة المضادة والحفاظ على يعني بقاء الدولة الإسلامية. ثم مرت في عصر أبي يعني أبي بكر وصدر عمر يعني استقرت، ثم وصلت إلى مرحلة النماء وأعلى هرمها في عصر يعني في عصر ازدهارها في أواخر عصر عمر، وكذلك في بداية عصر عثمان، ثم بدأت انتكاسة، فكانت مظهر من مظاهر الاضطراب في عصر عثمان بن عفان، ثم مظهر الفتنة في عصر علي رضي الله تعالى عنه، وكيف تعامل معها بحيادية وصدق. وإن كان يعني ما حدث هذه تجارب في
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهها، وفي سنة في سيرة الخلفاء الراشدين الذي قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ما يجسد صورة كبيرة واسعة للدعوة والحركة والدعاء في كيف يتصرف إزاء هذه الأحداث. فإن لكل حدث معاصر صورة مشابهة، إنما المطلوب هو إزالة الأوصاف الدردية التي تؤثر في عدم معرفة القياس. وسيعرف عند الإنسان ما هو الواجب الشرعي إزاء كل حدث، وما هي المآلات التي تؤول إليه، وكيف يتعامل معها. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ. طيب نستقبل الآن اتصالات معنا. باسم من الرياض، تفضل يا باسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة، أهلا بك يا باسم، تفضل. أخواتي المباركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. منا ومن الجميع إن شاء الله. أحب أقول للشيخ محمد، بس وحشنا والله لما غاب في تاريخ، لما غاب في البرنامج يوم واحد. حياك الله. حياك يا باسم. الله يخليك، الله يخليك. عندي أربع أسئلة لو تكرمتم. تفضل يا أخي. شكرا. السؤال الأول، هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الوتر، صلاة الوتر في التراويح وكذلك في التهجد في العشر الأواخر؟ يعني مرتين، مرتين. يعني مرتين، أيوة نعم، يعني يصليها في يصليها في التراويح ويصليها في التهجد. طيب بازم، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ثبت عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من كلمة أنا عندما يقول الناس أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا؟ طيب. والسؤال الثالث، بخصوص الآية الكريمة التي تقول في سورة مريم على لسان مريم عليها السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، ما المقصود بكلمة تقية هنا؟ طيب. والسؤال الرابع والأخير، ما حكم من يقطع صلاته نظرا لظروف عمله؟ يعني أنا أشتغل سنترال، يعني شغلك أنا عند التليفون. أيوة. أحيانا يجي التليفون أكون أنا في الركعة الأولى، والتليفون هذا يكون مهم جدا، أضطرني أقطع الصلاة وأرد على التليفون وأرجع أعيد الصلاة من جديد. طيب، ستسمع إن شاء الله إجابة على أسئلتك يا باسم. الله يجزاك الخير. معنا منتصر الأبارة من صنعاء، تفضل يا منتصر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معي سؤال للشيخ. أيوة. الشيخ معك، تفضل يا منتصر. أريد استفسر من الشيخ، يعني ما حكم من يفطر في نهار رمضان وهو صحيح العقل والبدن؟ طيب. ويحاول يعني يغصب زوجته أن تنام معه في نهار رمضان. السؤال الثاني، ما حكم يعني من يجامع زوجته في الليل ويجلس جنابه إلى وقت الظهر، هل عليه إثم؟ إلى الظهر، كيف يفعل بالفجر؟ يعني لو ما يصحى من النوم بينام، ما يصحى إلا بعد ما يصلي الفجر، ما يصحى إلا وقت الظهر، ما يصلي الفجر. جزاكم الله ألف خير. جزاك الله ألف خير. معنا أحمد من صنعاء، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. كيف شيخنا الفاضل؟ حياك وبياك يا أخي. الله يحييك يا أخي. كنت أشتي أسألك عن زكاة الفطر، متى أخراجها؟ هل هو لا يصح إلا قبل صلاة الفطر، أم يعني يجوز الواحد أن يقدم إخراجها قبل العيد بيومين ثلاث؟ طيب. طيب، سؤال آخر يا أحمد. السؤال الثاني يا أخي، مثلا إنسان أفطر في رمضان وجاءت حوادث وكذا ونسي أنه أفطر لمرض، ودخل عليها العام الثاني السنة هذه وما قد قضى، فهل يصوم في الفترة الجاية أو يزكي أو ماذا؟ وإضافة إلى ذلك، أعزكم في وفاة الشهيد العميد البشيبي، والسلام عليكم. رحمة الله عليه وعلى جميع شهداء المسلمين وقتلهم. ابراهيم من دمر، تفضل يا ابراهيم. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ حياك وبياك يا ابراهيم. اهلا يا ابراهيم. رمضان كريم علينا وعليك جميعا ان شاء الله. معنا سؤال، الله يبارك فيك، ما حكم من يعني من تعمد انه يعني يعني انه يفطر يعني جامل وجته في نهار رمضان؟ طيب، عندك سؤال ثاني يا ابراهيم؟ والسؤال الثاني، الوالد هو حلف علي قال والله ادخل يعني بالعجي ما هي ما عاد اخذلش بعد يعني رحنا استفينا في زمان، قالوا يعني في رمضان عادي يعني يكون اخذل بالعجي ما في الفطري ما في المغرب، شنو رايك جزاكم الله خير؟ كيف حلف؟ ايش صيغه الحلف؟ يا ابراهيم، حلف عليك باليمين ام بالطلاق؟ حلف باليمين الطلاق، وبدي اخر طلقه لامي يعني قال علي طلاق. اذا خزنت بالليل؟ لا، خزنت بالليل. أما تخزينك في النهار مسموح. أيوه. والآن جاء رمضان وأنت تريد تخزين بالليل.
ايوه بس انا في دمر قالوا لنا طيب. يجوز في الليل لا في رمضان لكن الفطر ما بلا المغرب. قد خزنت ولا عاد يا ابراهيم؟ ما انا في هذه الفتره لها 4 سنين ما بلا اقول لك اذا اكثر. يعني ما قد خزنتش خلال شهر رمضان في الليل؟ الا خزنت قبل 4 سنين في الفتره هذه لكن قلت اتاكد. طيب بناء على الفتره السابقه ايش؟ من معنا ابراهيم من الحديده، تفضل يا ابراهيم. ها؟ ايوه تفضل يا ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي معي بنتي. أيوة. السلام عليكم. أيوة اسمعنا من الهاتف يا إبراهيم. وعليك السلام. معك من الهاتف حياك الله حبيبي. أقول لك معي بنتي. أيوة. يعني مريضة. أها. وما تقدرش تصوم رمضان وأنا حالتي يعني المادية صعبة. فهل كيف أسوي أعمل عليها أنا حق الزكاة حق صيام رمضان كفارة يعني أو كيف؟ ما فيش على كفارة أصلا ما دام أنت ما تستطعش. ما فيش؟ نعم ليس عليك لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يبارك فيك وجزاك الله خير يا شيخ محمد. حياك حياك. نورت الشاشة يا شيخنا. الله يسلمك ويعافيك. الله يبارك فيك يا إبراهيم. نتمنى يعني إن إحنا نتواصل إحنا وأنت دائما. حياك حياك يا أخي. إن شاء الله يكون لدينا برامج مع الشيخ أيضا خلال الأيام والأشهر القادمة. وعظم الله الجميع. في الشهيد القشيبي أجر الجميع بإذن الله تعالى ورحم الله كل شهداء الأمة الله يرحمه شهداء غزة. آمين. شكرا لك يا إبراهيم من الحديدة. من معنا؟ طيب ناخذ أبو محمد من صنعاء. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليك الله. وعليك السلام والرحمة. يا أخي الكريم أنا معي شوية ضرب زكاة. أيوة. وعندي كريمتي عندي في البيت حامية من زوجها ومعها 4 أولاد. ايوه. وزوجها مهمل لها اهمال كامل انا اللي مصرف عليها فهل يصح لها من الزكاه ام لا؟ نعم ما فيش مانع ابدا. طيب ان شاء الله تسمع ايضا الاجابه استاذ سيد محمد. اذا الشيخ نجيب على الاسئله التي بين ايدينا. كان معنا باسم من الرياض عنده 4 اسئله. السؤال الاول هل يجوز ان يصلي الشخص الوتر مرتين مره بعد التراويح ومره بعد القيام؟ لا يجوز ابدا وقد ورد فيها حديث صحيح عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله ففيها دلاله انه لا يصح ان يكون هناك يعني يوتر الانسان مرتين في ليله واحده فهذا يدل على المنع واذا كان الانسان يريد يعني الوتر وإذا غلب على ظنه أنه يعني سيستيقظ في الليل في مؤخرة الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى قبل الفجر لأنه ورد في الحديث عن ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا في الصحيحين فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني الأحسن ويؤخرها واحد إلى ثلث الليل الآخر بعد أن يصلي القيام وفي صلاة التراويح إذا صلى معهم وأوتر مع الإمام لا بأس لكن ما عاد يوتر يرجع يقوم القيام وما عاد يوتر ولا شيء وهذا مذهب جماهير الفقهاء وخالف في هذا أبو حنيفة عند أبي حنيفة إذا كنت قد أوترت وأردت أن تصلي لأجل ملاحظة تجعلوا آخر صلاتكم بالليل يوتر يرجع يوتر مرة ثانية يشفع الأولة وبعدها يصلي ما شاء ويرجع يوتر يعني فعل 3 وترات في ليلة واحدة وهذا مخالف لحديث لا وتران في ليلة ولذلك ضعف العلماء رأي أبي حنيفة فالراجح أن الإنسان يأخر صلاة الوتر ما يصليش مع التراويح يعني يصلي ما عند الإمام لما قد وعي يصلي الوتر ويفلت ما فيش مانع أبدا أو يصلي معه ويكمل 4 ما فيش مانع أبدا وبعد ذلك يعني يرجع يقوم الليل يقوم القيام ويصلي الوتر والأفضل يعني لو أنهم يصلوا التراويح ويأخروا صلاة الوتر لا تصلى الوتر عقب التراويح مباشرة بإمكان تأخيرها مع صلاة القيام خاصة في هذه الأيام هذا ربما ما يحدث يسأل أيضا على هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من كلمة أنا عندما يقول واحد أنا وأعوذ بالله لا يوجد لا يوجد هذا بل يعني قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة الفخر قال أنا سيد ولد آدم وقاله أنا سيد ولد آدم ولا فخر في حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فقال أنا المكروه الممنوع في كلمة أنا أن يقول الإنسان على جهة الكبر ولذلك النبي لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر يعني أنا لا أقولها على جهة الافتخار
ولكني أقولها على جهة الإخبار إنه الحقيقة يعني، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أنه سيد ولد آدم وهو كذلك. فإذا كان الإنسان يعني تكلم وقال أنا لا على جهة الكبر والخيلاء ولا جعد التفضيل والزعم النفسي أنه يعني فوق الناس، فالظاهر أنه لا مانع منها، إنما الممنوع أن يجلس يقول وأنا فعلت وأنا صنعت وأنا تركت على جهة الفخر، فهذا هذه الآفة التي بسببها أخرج إبليس أنا من الجنة وطرد ولعن وكانت تكون عاقبتها النار، نقل أنا خير منه، هذه أعظم آفة. والأسف هناك من الناس هذه الأيام من يريد أن يزعم للشعب اليمني ويقول أنا خير منكم بمجرد النسب. أي نعم، مع أن هذا الخصلة هي خصلة من خصال اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن يريد أن يجعل الإنسان لمنزلة فوق الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألوا، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، يعني الأب وابنه كل واحد نفسي نفسي، فكيف يعني بمن يزعم أن يعني جده بعد 40 جد، أينك وين يعني؟ ولذلك لابد الإنسان أن يعتمد على عمله الصالح، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر بني هاشم وبني المطلب، قال يا بني المطلب يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ما تنفعش هذا الإنسان. جزاك الله خير يا شيخ. بخصوص الآية التي يقول الله تعالى فيها أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذا من كلام مريم. نعم، هي لما كانت يعني في مكان خلوتها وعبادتها في بيت المقدس جاءها جبريل في شكل إنسان، والحكمة الإلهية أنه أرسل جبريل ليخبرها هذا الخبر، فهي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنه إذا كان يتقي الله سبحانه وتعالى هي قالت إن كنت تقيا، جملة تقديم وتأخير. أي نعم، إذا أنت تقي فأنا أعوذ بالله منك إن كنت تخشى الله يعني. إن كنت، وهي رأت من مظهره عليه لبس البياض والكذا أنه يعني فيه تقوى، فقال إني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طيب لماذا أرسل الله جبريل؟ يعني إيش المعنى أني كانت تحمل بدون أن يجي جبريل يخبرها هذا الخبر أنه يعني أن الله أنه ستحمل وستلد من دون كذا إلى آخره؟ لأنه تخيلوا لو أن مريم قامت حملت وفجأة تبصر بطنها بنتفخ، ولأنها أول مرة لأني ما تزوجت، فلما تنتفخ بطنها ستظنه مرضي، ما أظنش أني حامل، فستذهب تقول للناس يعني إيش هذا، فهم اكتشفوا أني حامل، عقلوا بعدها ستظهر يعني أني بشكل أني حامل وتتهم أني زنا دون أن يظهر براءتها بالولد الذي ينظر، ولذلك جاء يخبرها بحيث أني لما تحمل ما تخافش وتبتعد عن الناس. أيوة، وتبتعد عن الناس وتعتزلهم حتى تضع، ثم جاءت به فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم؟ قال أني عبد الله، فجاء بالحجة الذي يثبت براءتها وأن الله سبحانه وتعالى جعله رسولا وأنه خلقه من غير أب. جزاك الله خير. سأل أيضا هل يجوز للواحد أن يقطع صلاته صلاة الفريضة إذا كان في عمله، وكثيرا ما يتكرر معه مثل ذلك، وأشار أنه يستقبل اتصالات فتأتيه اتصالات مهمة ويكون في الركعة الأولى في الركعة الثانية فيقطع صلاته؟ إن كانت نافلة فلا مانع، أما إذا كانت فريضة فجماهير الفقهاء يقولون لا يجوز قطعها بعد الدخول فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، لكن إذا كان في هذا الاتصال إحياء نفس أو سيترتب عليك ضرر مالي كبير بحيث أنك أنت لو استمريت في الصلاة سيؤدي هذا إلى إنشغالك بهذا الاتصال شغلا، بحيث أنك لا تدري ماذا تصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك الصحابي الذي صلى خلف معاذ، فلما أطال معاذ طولا شديدا سلم فلت صلاة الجماعة وقام صلى الحالة، فهذا الرجل قد ثم لما علم يعني معاذ قال ذلك منافق، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ إذا صليت لنفس خفف، ولم ينكر على ذلك الشخص أنه ترك صلاة الفريضة، يعني ترك صلاة الجماعة وهي فريضة. لماذا؟ لأنه أصلا كان مشغول بحقها الإبل الذي قد كان ربطه فانشغل فيها عن العبادة ومرهق تعب، فإذا كان هذا روعي في إرهاق الشخص وتعبه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على الخروج من الصلاة، كذلك إذا كان هناك أمر ضروري هو الأصل لا يجوز، يعني الأصل الإنسان يرتب أيضا أمره يبتعد عن التلفون. نعم، الأصل لا يجوز، لا هو يقوله في سنترال أو في مكان مهم يعني عمل أو مثلا
قد يكون دين مكتب يستطيع أن ينوب واحد بكامل عارف يعني هو الأصل فيه هكذا أنه لا يجوز له أن يترك الصلاة لأي يعني يترك الصلاة لأي سبب الأصل يقطع الصلاة نعم يقطع الصلاة وقد دخل فيها لكن إذا مثلا عرض له اتصال مهم بعض الأحيان التلفون في جيبه مش أنه مثلا فعرض له اتصال مهم يخشى من خلفه ضرر شديد على نفسه أو على بدنه أو على ماله بعض الأحيان التجار الكبار الآن اتصالات يعني قد يخسر فيها ملايين يعني فلا بأس في مثل هذا أنه يعني يعدل عنها يسلم ورجع بعد ذلك يقوم يجيب الاتصالات ثم بعد ذلك يصلي ولكن كما قلت يعني لا يلجأ إلى هذا الوضع إلا إذا لم يجد أي وسيلة أخرى يعني يجعل الواحد يجيب عنه يعني يبذل الوسائل الممكنة فإذا لم يمكن فلا معنى. جزاك الله خير. هل ممكن نجيب على سؤالي منتصر الأبارة ثم نخرج إلى فاصل يعني بسرعة؟ حكم من يفطر في نهار رمضان ويجبر زوجته أيضا على الإفطار، هذا مجرم مرتكب كبيرة من الكبائر إن كان يفطر رمضان يعني لا يصومه جحودا يعني منكر إيش من صيام هذا وإيش منه، فهذا كافر بإجماع المسلمين لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن إذا كان يعمل هذا تكاسلا يعني يعرف أنه هذا فريضة وأنه يجب صيام ولكن معصي وذنوب وتقصير وهذا انسياق وراء شهوات فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر وهو فاسق ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه كفارة ككفارة الظهار يصوم شهرين متتابعين يعني في مقابل هذا اليوم الذي صام. فإن كان لا يستطيع الصوم أصلا لكن مع الظهر أنه يستطيع الصوم نسوان لكن الأصل فيها الآن يجب عليه صيام شهرين متتابعين، لكن لو فرض أنه في مرض أو سبب أو جاء في فتر ولم يستطع فيها القضاء يطعم عن كل يوم يعني يطعم 60 مسكينا في مقابل كل مري جامع فيها يعني يصوم شهرين متتابعين هذا الأول، فإذا لم يستطع يعدل إلى إيش إلى يعني طعام 60 مسكينا. طب كان سؤاله الثاني أيضا عن حكم من يظل جنب إلى الظهر، نفس الكلام في هذا يعني أولا يعني ما حكم صيامه؟ بالنسبة للصيام الصيام الصحيح عند الجماهير هناك خلاف، هناك من يقول مثل الأباضية بأنه باطل يعني صيامه باطل، هناك من يفرق بين الحائض والجنب يقول الجنب إذا أصبح لا يضر لكن إذا كانت حائض وأصبحت، لكن الراجح أنه لا يؤثر هذا كله وأنه إذا أصبح الإنسان وهو جنب يغتسل ويواصل الصيام وصوم الصحيح عند جميع الفقهاء خاصة في الجنب خلافا يمكن للأباضية والناس لا يعتبرون بخلاف الأباضية. بالنسبة لل يعني ترك الصلاة هنا الجريمة أعظم من ترك الصيام، لأن ترك الصلاة إثمه ومعصيته أعظم من ترك الصيام، ولعل هذا الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصيام بدون صلاة. صحيح صوم الصحيح مجزى لا نلزمه القضاء، لكنه إذا كان شهادة الزور يعني ورد فيها الحديث على أنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لا حاجة في أن يطعم وشرابه، فإن باب أو لا ترك الصلاة فإن أعظم من شهادة الزور أعظم من عظائم الأمور لأنها يعني ركن أعظم من أركان الإسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الوزير الوقشي. مشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونواصل معكم ونستقبل أسئلتكم واتصالاتكم عبر أرقام البرنامج، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم لنستقبل أسئلتكم واتصالاتكم عبر أرقام البرنامج. مشاهدينا الكرام كان معنا قبل الفاصل أيضا الشيخ محمد مجموعة من الأسئلة من ضمنها سؤال أحمد من صنعاء يقول زكاة الفطر متى يجب إخراجها؟ نحن نؤكد في أكثر من مرة حتى هنا وفي حياتهم وفي غيرها الواجب، يعني أنه الآن في هذه الأيام كان زمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يخرجوها قبل صلاة العيد، يعني بعد آخر يوم أو قبلها بيوم أو يومين كما كان يفعل الصحابة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يحتاجون في تلك الأيام إلى الطعام، لم يكن آنذاك احتياجهم لا إلى الجعالات ولا إلى إكسال أولاد ولا إلى غيرها. الآن احتياجات المجتمع صارت أكبر، ولذلك الواجب الآن الفتوى بناء على مذهب الشافعية والحنفية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من بعد النصف من رمضان. بعد النصف يبدأ الناس يتحركوا لإخراجها للفقراء والمساكين، لكي يتمكن هؤلاء الفقراء والمساكين من أن يشتروا لهم دواء، من أن يشتروا لهم كساء، من أن يشتروا لأولادهم أنواع الجعالات، حتى يظهروا يوم العيد بمظهر كسائر الناس. وهذا من كمال الشريعة أنه ما يجيش يوم العيد ناس يعني في تمام الفرح وأبناء الفقراء والمساكين، لذلك فرض على الجميع أن يعطوا، بحيث أنه يأتي هذا اليوم الناس هم كلهم فرحين، الفقراء والمساكين وكل الناس. ولأجل هذا أيها الإخوة، الآن نتيجة لاختلاف الوضع لا بد أن تخرج قبل قبل يوم يومين ولا قبل أسبوع، يعني من الآن من هذه الأيام من النصف كما قال الشافعية. احنا الآن قد احنا في العشر الأواخر، يعني باقي سبعة أيام. أنا أدعو كل من كان يجب على زكاة فطر حتى ولو كانت تخصم الدولة المرتباتي يخرجها مرة ثانية، لأنها لا تصل إلى الفقراء والمساكين قبل الصلاة. يبدأ الناس وهي في صنعاء، يعني باعتبار أنه بر، يعني ستصل إلى حدود 300 يعني 400 يعني في هذا الحدود. طبعا مسألة أنهم يجعلوها 200-150 طول يعني قضى 10 سنين جالس 200، هذا فيها إجحاف. يعني أقل شيء الآن تكون 300 إلى حدود 400 ريال، والإنسان هو يثمن لنفسه، ما يحتاج أنه الإنسان يأخذ بالأحوط. نعم. فيبدأ يخرجها ووزعها على الفقراء والمساكين، يتحروا الناس الفقراء والمساكين خاصة، لأن مقصد الزكاة هذه إغناء الفقراء والمساكين خاصة. يعني يمكن أن يخرج من الزكاة العامة مثلا لحق مستشفى الأمل لأمراض السرطان، لفلسطين، أمور أخرى يعني. هذه يعني زكاة الفطر. لكن زكاة الفطر يتحرى بها أن تخرج للفقراء والمساكين خاصة. جزاك الله خير. يسأل أيضا عن إنسان أفطر في رمضان ولم يصم حتى دخل عليه رمضان الثاني، ماذا عليه؟ هل عليه شيء؟ الجماهير على أنه يجب عليه القضاء ويطعم عن كل يوم من الذي أفطرها، يعني يكون يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا مذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، وأنا بالنسبة لي أميل مع أبي حنيفة. ولذلك لما سألني الأخ من الحديدة وقال لي أنا ما أستطعش في حق الإطعام، الإطعام كذلك هذيك على قول مالك، أنا أميل إلى مذهب مالك في حق الإطعام وفي هذا، وهذاك على مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه الكفارات أحكام شرعية وضعية لا تثبت إلا بدليل مرعي، وما فيش دليل، لا دليل على أنه القضاء يجب معه إطعام مسكين، ولا كذلك هناك دليل صريح يعني يدل على أن يعني أنه من كان عاجزا عن الصوم ويعني ووجب في حقه أن يطعم، يعني قالوا يطعم عن كل يوم مسكين إن استطاع، يعني ما قال يستحب فقط ولا يجب. ولذلك لما سألني الأخ من الحديد وقال لا أستطيع، قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، على رأي الجمهور. وأما على مذهب مالك وهو الوجيه قوي، إنما هي مستحبة فقط. جزاك الله خير. طيب شيخنا، سنأخذ مجموعة من المتصلين معنا الآن. محمد عامر من الجوف، تفضل يا محمد. محمد صالح عامر. محمد صالح عامر. أيوة يا محمد تفضل. والله قدرنا يا أخي من أول رمضان إحنا نتابع البرنامج حقكم هذا، وإحنا في الجوف حالة خلها والله، قلنا نبي نتواصل معكم ولا نشوف. تفضل يا غالي، بإذن الله يكون خير. تفضل. والله قدرنا نشتين نشوف البرنامج حقكم هذا، وقلنا فيه قالوا فيه أسئلة واصل تواصلك معنا، لكن في 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 المساء أخي محمد. منصور علي من السعودية، تفضل يا منصور. السلام عليكم. وعليك السلام يا منصور، تفضل. يا أخي عندي سؤال. أيوة. منصور علي من السعودية، تفضل يا منصور. يا أخي لما يذبح واحد خروف صدقة. واصل. لما يذبح واحد خروف صدقة، هل يجوز قسمه على سبعة أشخاص أو أكثر؟ طيب إن هذه الأيام ولا في عرفة؟ صدقة. أي وقت. يعني طيب عندك سؤال ثاني منصور؟ وهل يجوز شخص يأخذ منه لأهل بيته لحمه ولا؟ يأكل من هذه الصدقة التي ذبحها؟ أيوه. طيب شكرا لك يا منصور.
نبيل من أبين، تفضل يا نبيل. السلام عليكم أخي. وعليك السلام. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يا أخي شنو سأل الشيخ؟ أيوة معك الشيخ. أخي أنا بعض الأحيان لما أكون يعني في العمل مستلم مواصل أصلي لحالي، بعد أكون يعني كثير السهو، ماذا ينصحنا الشيخ؟ كثير السهو في الصلاة؟ أيوة. طيب عندك سؤال آخر يا نبيل؟ يلا السلام أخي. شكرا جزيلا لك. عمر من السعودية، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. الله. أيوة يا عمر تفضل. كيف حالك؟ أيوة تفضل، ضع سؤالك، عندك سؤال للشيخ؟ أخي إيش حكم من داعى الزوجة داعى أيوة تفضل. أخي كذا حكم من داعى زوجته وخرج منهم من بس ولم يجامعها. طيب يا عمر عندك سؤال آخر يا عمر؟ عندك سؤال آخر؟ ولم يجامعها. شكرا لك يا عمر. من معنا؟ الو ريم من صنعاء، تفضل يا ريم. أسأل الشيخ. الشيخ معاك. نعم. طيب يعني إذا وصلت الحكم الحن في رمضان عشان ما أفطر؟ أعيد السؤال يا ريم. يعني عادي إذا يعني واصلت الحبوب من الحم في رمضان عشان ما أفطر؟ طيب عندك سؤال آخر يا ريم؟ لا شكرا. شكرا. عارف من لحج وبعدين نجاوب. السلام عليكم. أهلا يا عارف تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. معي ثلاثة أسئلة. أولا الدعاء هل شرعا واجب على كل مسلم ضد الظالم؟ يعني مثلا المسلمين والعرب يدعون على إسرائيل بالتدمير، وأبناء الجنوب يدعون على تدمير وإحراق صنعاء، هل هذا يجوز شرعا؟ وهل ما يجري اليوم في شمال صنعاء وعمران وصولا إلى صنعاء هو نتيجة لهذا الدعاء؟ كما قال الله يمهل ولا يهمل وتدين كما تدين تدان. السؤال الثاني التبرعات، عندما تجمع تبرعات خاصة لبناء مستشفى في عدن للسرطان، طيب هذا البلد غني وعنده ثروات واليوم يستجدوا ويتشفقوا عليه أو يشحتوا له وثرواته من غاز ونفط وبحار وأسمنت. يا عارف يا عارف. أيوة. ثرواته ثروات لليمن كلها وليست لفصيل معين، ليست لحضرموت فقط ولا لعدن فقط، وكذلك كل ما يحدث في الجوف. شكرا جزيلا لك. كل ما يحدث في الجوف أو في مأرب وكل الخيرات هي خيرات اليمن. سنجيب على أسئلتك يا عارف. من معنا؟ طيب الأسئلة اللي كانت بين أيدينا يا شيخ قبل ذلك، إبراهيم من ذمار كان يسأل على أنه من تعمد أن يأتي أهله في نهار رمضان، ربما أجبنا عليها هذا. نعم قد أجبنا عليها. والعجيب أنه كثرت هذه الأسئلة معنا خلال الأيام الأخيرة. الأخيرة هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الوالد يقول إبراهيم أيضا من ذمار أن الوالد حلف عليه أن لا حلف عليه بالطلاق أنه ما يخزن في الليل، هذا في الأيام العادية. الآن جاء رمضان النهار صائم، هل يجوز له أن يخزن؟ احنا سألنا قال هو قد خزن. يعني قد خزن. نعم يعني واضح من خلال يمين الوالد أنه كان يقصد أنه لا يخزن في الليل، لأن بعضهم يخزن فترتين وثلاث فترات إلى آخر، هو قصدي يخزن لا مغرب وبذل، لكن في رمضان طبعا ما يمكنش أن يخزن النهار. فمقصوده يعني واضح من خلال التعليق الطلاق حق الأب أنه المهم أنه ما يتجاوز يعني في التخزين حقه إلى الآن ما يعني يكون ما يتجاوز نصف الليل في التخزين لأجل أنه يتحقق مع هذا المعنى. مثلا لو جاء خزن من بعد صلاة التراويح يعني ما يتجاوز معها نصف الليل، يعني نقيسها على إيش؟ على النهار، فلا يتجاوز بها حتى لا يخزن أطول فترة بحيث أنه لعل هذا التخزين يؤثر عليه. فلذلك يعني تعليق الطلاق يتحول الى ايش؟ انه بدل ما بيخزن النهار يخزن شيئا يسيرا في الليل، لو خزن شيئا يسيرا لا معنى. اذا تجاوز بحيث انه يعني ما يعادل ورديتين فان الطلاق المعلق الذي هو الوالد يقع. جزاك الله خير. ابو محمد بن صنعاء كان يسال على انه لديه زكاه مال وعنده كريمته
حانقة من زوجها وزوجها مهمل لها وأولاده وأولاد معها إلى يدفع لها من هذه الزكاة. لا مانع لا مانع أبدا أن تعطى الزكاة للأخوات المتزوجات لأنه لا يجب عليه الإنفاق عليهن، يجب الإنفاق فيه على الزوج خاصة معها أولاد، فلا مانع من إعطائها الزكاة، بل هي أحق بها لأنه ليس من المنطق أن يقوم يخرج الزكاة للفقراء المساكين وهي في يعني في بيته محتاجة، لا توجد كساء ولا دواء يعني ولا أشياء لأولادها يعني، بل الواجب هذا. لا قد يكون يأثم الإنسان عندما يخرج الزكاة لشخص بعيد ومع الشخص قريب فقير أو مسكين. منصور من السعودية يسأل لما يعني عندما يذبح الإنسان خروف أو شيء من باب الصدقة هل يقسمه على 7 أشخاص أم على أكثر، وهل يأخذ له ولأهلي شيء؟ يقسمه كيف يشاء، يعني إذا ذبح الصدقة لم يكن صدق نذر، مش نذر واجب، لأن لو كان نذر ما يأكلش منه لأنه حق الفقراء المساكين، لكن لو ذبح هكذا لله وأراد أنه يطعم للفقراء المساكين فلو أخذ له منه لأنه تطوع أصلا يجوز له. يقسمه على 7 على 5 يقسمه على كيف 10. ما شاء، يقسم النصفين ثلثين أثلاث أسبع، يعني هذا الأسبع ما تكون إلا في الثور وفي الإبل في الهدي في الحج فقط، أما ما عداها أيوه بس في الهدي فقط، أما والأضحية عند الناس الأضحية يعني يكون في الهدي والأضحية، أما ما عداها فإنه المعتبر فيها يعني توزع كيف ما شئت يعني. نبيل من أبيان يسأل إنه يكون في عمل ويصلي كثيرا، يصلي لوحده نتيجة لارتباطه بهذا العمل ويسهو كثيرا في الصلاة. طبعا من أسباب السهو أنه يصلي بمفرده، إذا الإنسان يعني أحسن شيء حل لمشكلة هذا أنه يحاول قدر الإمكان في أوقات الصلوات في هذا أعمال أنه ينظر شخص بدل له ويكون يعني يصلي في المسجد، فإن هذا يعين على إزالة السهو. إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد يكون يحاول أنه يجمع زملائه في العمل ويصلي هو وياهم جماعة، لأن عندما يصلوا مجموعة جماعة هذا تعين هذا الشخص أنه يزيل هذا السبب الذي يؤدي إلى الوسواس ويسقط عنه السهو، يلغي السهو، وإلا ففعلا الذي يكثر أن يصلي منفردا فيعني إذا لم يكن انفراد هذا لخلوة لبعد ما بيش موجود عند الناس ويكون رجل صالح، وإلا فإن عدم استشعار نظر الله إليه يجعل الإنسان يسوء كثيرا ولا يدري ما يصلي، وخاصة لما يكون هناك مشاكل وقضايا. وهناك من العلماء إذا كان يسهو في الأعداد من جوزوا له أن يخط خطا، يعني بإمكانه حتى يزيل السهو أنه يكون مثلا يركع في الخط يعني يركع وبعدها يركع وهكذا، أو يعقد على أصابعه، أو يعني هناك وسائل كثيرة يستطيع بها أنه يضبط مسألة إيش كم يصلي وكم السجدات وماذا يقرأ بحيث أنه لا يكون شيء يحدث، فإذا حدث وسهى يكون يسجد للسهو. جزاك الله خير. طيب شيخ بنأخذ أيضا أسئلة الجمهور مشاهدينا، نتابع أسئلة الجمهور جمهورنا في الميدان ثم نعود ونجيب على الأسئلة التي بين أيدينا، نتابع أسئلة الجمهور. بالنسبة للزكاة متى تدفع؟ هل يجوز دفعها في أول رمضان أم في النصف أم في الأخير؟ نريد التحديد يعني. أمي كانت تعب مريض فيها السكر وفطرت 4 سنة، هل يجوز ان احنا نضم عليها حق رمضان حق ال4 سنة ام نصوم صوم؟ يعني احنا نسأل مثلا متى تخرج صلاة قصدي زكاة الفطر، هل قبل صلاة العيد ام بعد صلاة العيد، وما مقدارها مثلا من فلوس او من حب او من زبيب او من اي نوع من الانواع. ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. اذا كانت هذه اسئله جمهورنا في الميدان، البعض منها قد كنا اجبنا عليها من خلال اسئله المتصلين. شيخ محمد معنا عمر كان من السعوديه يسال عن حكم من داعب زوجته في نهار رمضان وخرج منه شيء. هذا قال وأمنى طبعا أو مفطر وزوجته مفطرة إذا كذلك أنزلت، إذا أنزلت نفس الكلام، إذا لم ينزل أو لم تنزل هي فإنه ليس صومهم لا بأس به، يعني لو يعني إن كان هو مكروه على أقل الأحوال لأنه يؤدي إلى المحذور، لكن أما قد أنزل فنعم يجب عليه أنه يقضي بدل هذا اليوم. وهل يجب عليه كفارة كفارة كفارة
المجامع مسألة فيها خلاف. الشافعي وأحمد قال لا يجب عليه، وأبو حنيفة ومالك قال يجب عليه لأنه انتهك حرمة الشهر بمثل هذه الملابسة والملاعبة. لكن يعني وسيجري في الخلافة هي أقرب يعني نتيجة لمثل هذا، هي يعني فرع متردد بين أصلين، هل نلحقه بمن أفطر مطلقا أو بمن جامع؟ أنا بالنسبة لي أميل في من في الاستمناء وفي من يعني من هذا لاعب بحيث أنه أدى إذا إلى أنه أنزل أنه يلحق يعني يقاس بمن جامع في نهار رمضان في أحكامه، لأنه من جنسه أقرب الشبهين إليه فيلحق به عقوبة له لكي يمتنع الناس، لأن مقصود الكفار هو أن يمتنع الناس عن هذا الفعل، خاصة له فتوى أبو حنيفة ومالك وهو اختيار الإمام الشوكاني. يجب على الصيام شهرين متتابعين لأجل يبطل يكون لاعب. ريم من صنعاء شك كانت تسأل عن يعني استخدام الحبوب لمواصلة الصيام. نعم هذا قد أجبنا عليها كثيرا. نعم. لا مانع إذا لم يكن فيها إضرار، يعني تراجع الطبيب، لأن بعض النساء تقوم تتواصل الحبوب بعدها يحدث لها حالة نزيف وتتضرر وبعدها تفش فيها لأن تعالج. إذا كانت بعد مراجعة الطبيب أو علمها بالتجربة أنه لن يضرها فلا مانع. جزاك الله خير. عارف من لحج كان يسأل، طبعا وأنا يعني مع أي شخص يسأل من أجل أن يبحث عن الفتوى الشرعية وعن العلم، لكن أن يوصل رسائل سياسية هذا في برامج سياسية أخرى. يسأل عارف من لحج عن موضوع الدعاء على الظالم وعلى الظلمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحمل كذا وكذا، ثم حاول إسقاط الدعاء الذي يقول بعض إخواننا في الجنوب ويدعون على يقول أنهم يدعون على بعض إخواننا في الشمال، وأن ما يحدث اليوم في الشمال وفي عمران وفي غيرها استجابة لهذه الدعوات، دعوات المظلومين. العجيب أنه ذكر قال وقال الله، مع أنه لا هي آية ولا حديث ذكرهن، كما أدري كما تدين تدان وقال الله. المهم الداء سامني ليست آية هذا ولا هي أحاديث الذي ذكرها، ودعوة المظلوم مستجابة، هذا إذا كان مظلوم. لكن إذا كان هو ظالمه يعني ويدعي المظلومية، مثل ما بعض الأحيان يعني نحن الآن نواجه يعني بعض الشخص يدعي المظلومية وهو بيقاتله يعني بيعتدي يقول مظلوم، فهذه مشكلة كبيرة جدا. أما أن الإنسان إذا ظلم، أي إنسان إذا ظلم فإن دعوته مستجابة وليس عليه حرج أن يدعو على من ظلمه إذا كان ظلمه حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وردت أحاديث دعوة المظلوم مستجابة، لكن هذا إذا كان مظلوم. أما بعض إخواننا في الحراك الذي يقومون يعتدون على الجنود ويتقطعون في الطريق، هؤلاء ظلما ما شو مظلومين يعني. فنحن هذه مشكلة من المشكلات نحن الذي يعانيها، كل واحد يدعي أني مظلوم يصير تقطع، هذا عملك هو أين الظلم؟ أين الظلم حكم من يعني يعني زهاق النفوس وقتل الناس؟ هذه جريمة أعظم من الظلم الذي وقع عليك. فكيف مظلوم يعني في الحقيقة يعني ادعاء المظلومية هذا تحتاج، لذلك لماذا شرع الإسلام القضاء؟ لأنه كل واحد بتعي نفسه أنه إيش مظلوم. نعم. الظالم المظلوم كل واحد بيقول أنه مظلوم، فمن يحكم؟ واجب أن يكون هناك محاكم عادلة ترفع المظلومية عن أي أحد ضد أي أحد كائن من كان. جزاك الله خير. كان يسأل أيضا على أن في بلادنا أيضا ثروات، وهذه الثروات موجودة، ويعني بالأخير يتم جمع تبرعات لصالح مركز السرطان في عدن ونحن نمتلك هذه الثروات. هو أراد أن يشير على أن هذه الثروات ملك لنا، ولو كان كل لا واحد يقول لا 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 نحمله، نحمله على السلام يعني لا ندخلش للنيات، لكن نقول فعلا هنا هو أشار، ليست نية، هو أشار على أن هذه الثروات ثروات الجنوب. ما قالش ثروات الجنوب، قال هي ثروات يعني ثروات من ثروات يعني كل يمني، أي ثروة من ثروات البلد هي ثروات لكل فرد يمني حقيقي يعني، بحيث أن احنا لا نقولش أنه ولا نحمل على هذا المعنى. طيب. أحسن فنقول هذا يا أخي، نحن على يقين أن الدولة هناك تقصير، واجب على الدولة أن يوجد هناك مستشفيات تقوم بعملية يعني السرطان، ولو أن يعني كان هناك حسن تدبير في المليارات التي تدفع، هناك أموال تذهب بالمليارات إلى جيوب كثير من المسؤولين واللصوص والسرق، إلى الآن لا زالوا ينهبون يعني لا زالت الآن الخزينة قرب مقطوعة،
كلما دخل فيها خرج. هذه إشكالية نحن نعاني منها كل أبناء الشعب اليمني. وهناك مصالح تتعلق بمستشفيات من ضمنها فعلا يعني هذا واجب من واجبات الدولة اللي تقوم بعملية مستشفيات لمعالجة أمراض السرطان، سواء في عدن وفي صنعاء وفي حضرموت وفي سقطرى، في كل البلدان مثل أي دولة في العالم. يعني هي من مهامها أن تقوم بخدمة هذا المواطن في كل الأشياء، ما نقولش في الصحة فقط، في كل شيء. وفعلا هناك ثروات مهدرة تذهب، وهناك يعني أموال يعني ما يتعلق بالبترول والغاز والكذا لا يصل إلى الناس منها شيء، يعني بالنسبة يسيرة جدا يتصل إليها. فعلى كل حال نحن هذه مشكلة نحن نحتاج إلى معالجتها، وكان من ضمن معالجتها أن الناس دخلوا في حوار وطني تجتمع فيها الجهود، يجتمع فيها الناس، يخرج الناس مخرجات، تجي فيها انتخابات، نخرج من هذا الفترة الانتقالية، نستطيع أن احنا نعمل عملية تنمية واستقرار فيما يتعلق باليمن. هذا أمل إذا كان الناس ينبغي أن يجتمعوا إليه. وعند ذلك نطالب يعني للخروج الآن، نخرج من هذه المآزق والأنفاق المظلمة التي دخلت إليها اليمن، ويجب أن يكون الناس فيها عقلاء، لا يكون الإنسان يتفرج ولا ينظر فيها أنه الآن ذا حين يعني يتشفى أنه ها خليهم يتقاتلوا يعني مرتاح. طبعا هذه علامة من علامة مرض القلب، إذا كان الإنسان يرى في إخوانه وهم يقتتلونه فارح، أو عندما يقتل هذا ويقتل هذا. لا يوجد في اليمن في حروبها منتصر ومنهزم، الشعب اليمني كله هو المنهزم، الدماء اليمنية كلها هي الذي تسفك، الدمار كله بيحصل على الجميع، اليمن كلهم الخسارة على الكل. أي إنسان الوضع ينعكس على الجميع، أي إنسان يظن في هذا أنه منتصر ولا رابح هذا وسوسة من الشيطان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيق العقول، عقول حكماء اليمن، ليعودوا لكي ينظروا كيف يعالجوا مثل هذه المشاكل. جزاك الله خير. طبعا انتهى بنا الوقت، وكان معنا أسئلة الميدان. أسئلة الميدان كان واحد يسأل عن الزكاة متى تدفع، وقد أجبنا عليها. ومتى تخرج زكاة الفطر، قبل العيد أم بعد؟ أجبنا أيضا عليها. لا بد أن تخرج قبل العيد، ونؤكد عليها من غالب قوة البلد. كان بقى سؤال، لو باختصار أمه مريضة وأفطرت 4 سنوات، يعني يطعم عليها أم يصوم؟ يطعم. واضح أني كانت كبيرة السن من خلال سؤال، مع أنه ما وضح مريض فيها مرض السكر خلاص يعني، ولم لا تستطيع الصوم، كان الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين. إن كانوا يستطيعوا، كانوا قادروا عندهم سيولة، يطعموا عنها عن كل يوم مسكين، ولا يجب القضاء عليها بالصيام، لأنه ما وجبش عليها الصيام أصلا بسبب المرض. جزاك الله خير فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي على ما أدليتم وأفدتم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. مشاهدين الكرام أيضا نشكركم أيضا أنتم على متابعتكم، نشكر الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر أرقام البرنامج، نأسف كثيرا لعدم قدرتنا على استقبال كل المتصلين نظرا لضيق الوقت ولأن طبيعة البرنامج هكذا، لكن بإذن الله تعالى سنتمكن غدا أيضا من استقبال أسئلة أخرى بإذن الله تعالى. غدا موعد جديد مع برنامج الفقه يمان، حتى ذلكم الحين تحياتي أنا مختار الفقيه وتحية طاقم البرنامج، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.